الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يشرفني ويشرف قيادة الاتحاد العام نجاح هذه الفعالية الراقية التي يعني ترسل رسالة واضحة لكل شخص أن اليمنيين يعني بكل أطيافهم وتوجهاتهم ومشاربهم هم أصحاب حضارة، هم أصحاب رسالة راقية، هم أصحاب وحدة، يؤمنون ببعض ويتقبلون الآخر ويحاورون ويناظرون. أراد الاتحاد العام من هذه الفعالية الكبيرة التي جمعت أكثر من 20 فرقة من جميع فروع الاتحاد العام في جميع الولايات أن ترسل هذه الرسالة الراقية أن اليمنيين هم أصحاب رسالة راقية عالمية، تتمثل هذه الرسالة في المحاورة والمناظرة والتقبل وتقبل الرأي الآخر. هذا الجهد جاء بعد أكثر من شهرين من العمل المتواصل والتدريب المتواصل للفرق في الفروع. كانت هناك جهود كبيرة، جهود متواصلة. هذه الجهود أثمرت أو جاءت ثمرتها هذا اليوم المبارك الذي بدأ بالنشيد الوطني بعد أن ذرفت الدموع لهذه الفعالية الوطنية الراقية، ونحن نرى الإخوة يتحاجون فيما بينهم ويتناظرون ويتحدثون بالحجة والبرهان. فإلى الأمام، وشكرا لقيادة الاتحاد العام، وشكرا للجنة الاجتماعية ممثلة برئيسها الأخ سلمان العبد، وشكرا لكل اللجان المنظمة، وشكرا للسفارة اليمنية، وشكرا للملحقية الثقافية التي رعت هذا الاحتفال. وكما يعني نشكر حقيقة يعني العسكر المجهولون والجنود المجهولون، أبناء فرع أبت العظماء الذين جسدوا عظمتهم وأناقتهم وتطورهم وفي قيادة الحركة الطلابية في أبت في تنظيم احتفالية هذا اليوم.